حبيت. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من شوربه ونقنقه الموسم الثاني. كيفك اندرو؟ تمام وانت؟ انا كويسه الحمد لله. شو عملنا اليوم؟ واحد تغميسه ارنبيط اخضر وفطر وجبنه. اوكي تغميس الارنبيط الاخضر والفطر والجبنه. اندرو انا كثير بحب التغميسات، انه هيك لما يكون في عندك ضيوف جايين اخر دقيقه او هيك اصحاب وبدكم تحضروا مثلا موفي مع بعض. انا كمان حلو كثير واحد يعمل هيك كذا تغميسه، واندرو ماستر معلم بالتغميسات. شكرا يا دارين. ولو طيب عندي شويه كريمه هنا. اوكي هجيبه في هلا. ماشي هلا سخن عشان تغلي على طول. اوكي اوكي انا هجيب جبنه موتزاريلا. يعني لازم جبنه طريه. بالضبط. ماشي احطه هنا. طيب تعلم وتعلم. لما الجبنه موجود عايز شغل زي الفوندو شويه. اوكي اوكي عمل 8 بس بدنا نقول للعالم شو يعني فوندو. فوندو هو الـ 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 الجبنه اللي بتكون سخنه على النار. بالزبط. اللي بتكون هيك سخنه وبتحطوها يبت مع خبز وبتاكلوها مع خبز. بالضبط. فاندرو عم بيقول انه هون لازم ضلنا نحرك الجبنه تمانية. مثل كانه 8 هيك على حرف 8 بالانجليزي. كيف يعني 8 فيجر 8 ورجينا هلا كيف تايم لما عشان الجبنه هيك تتناسق. لما الجبنه ملتد لما الجبنه تدوب. اوكي اوكي هجيب شويه مشرومز. اها عندي مشروم ابيض بقطع بطن مشروم لانه مقطعينه كثير صغير فبنشوف الجهه الاسود اللي فيه. ماشي اوكي لكن هيدا حرف 8 لما نعمله بنعمله مع كل شيء صوص ابيض ولا كل شيء فيه جبنه؟ نو مش في صوص ابيض لو في جبنه. لو في جبنه دائما استعملوا الحرف رقم 8. طيب وانا اجيب بروكلي. بروكلي مسلوق parboiled كمان نص مسلوقه. بالزبط. مثل ما قلنا على الجزر قبل شوي كمان البروكلي بتكون نص مسلوقه لانه هلا بتكفوا طبخه هون. لا هون ماشي ما بنهرس ولا شيء بنحطه هيك للبروكلي. احطه كده وبعدين خلصه بخلاط. اوكي ماشي. وليه زعلان؟ مش زعلان خالص. ليه ما بتضحك؟ لا concentrating عشان I don't want to burn the cheese. اندرو ما بدي يحرق الجبنه. يمي. ماشي اوكي وبعدين عندي شويه هالابينو. عارف الهالابينو؟ بحب الهالابينو. هالابينو مخلل. هيدا بيكون موجود هيك بعلب وبتشتروه. بالضبط. طيب اندرو الهالابينو من اي بلد؟ I'm gonna say Mexico. اوكي عشان عنده اسمه هالابينو. It has a name. وكمان موجود في كل الاكل المكسيكي. موجود في اسمه بالتاكو بالبوريتو بوريتو انشيلات في واتس ات كولد جواكامولي. طيب خلي بالك. اوكي حتى هون الصوص بلش عم يصير في هيك حبات خضر من حبات البروكلي. طيب فاذا تغميس البروكلي مع الجبنه وال بروكلي هالابينو ومشروم صح؟ ومشروم يعني تغميسه كثير طيبه وسريعه اذا كان عندكم ناس جايين من عشيه بالصبح مش بالصبح على الغداء. وبعدين حط واحد هالابينو ده نايس.